مرحبا بكم أعزائي قناة فلسفة إليس، ترحب بكم وتتمنى لكم مشاهدة ممتعة. موضوعنا اليوم هو تحليل مقالة جدلية حول قيمة الفلسفة. كما تعلمون أعزائي، لقد شرحت مشكلة قيمة الفلسفة في القناة وكانت عبارة عن حصة نظرية. أما اليوم سوف أطبق تلك المعلومات بطريقة جدلية، والسؤال المطروح هو: هل التقدم العلمي يبرر إلغاء الفلسفة؟ هل يمكن الاستغناء عن الفلسفة في زمن التطور التكنولوجي؟ هل فقدت الفلسفة قيمتها مع تطور العلم؟ هل فقدت الفلسفة أهميتها بعد انفصال العلوم عنها؟ أولا، صياغة السؤال التي أتت بها هل هي التي تحدد لنا أننا سوف نتبع الطريقة الجدلية لتحليل هذا السؤال، وأيضا السؤال يحمل أو فيه موقفين متناقضين، ولهذا سنشرع في التحليل حسب المنهجية المطلوبة، ويجب أن نراعي الطريقة الجدلية. فكل هذه التساؤلات تعبر على أن هناك جدل حول قيمة الفلسفة، وكما قلت لكم بما أن السؤال أتى بصيغة هل، يعني المطلوب أن نتبع الطريقة الجدلية لتحليله. والطريقة الجدلية فيها ثلاث محطات، فيها طرح المشكلة ومحاولة حل المشكلة وحل المشكلة، وكل محطة فيها خطوات يجب أن نلتزم بها لكي تكون صحيحة. فأولا، في طرح مشكلة للطريقة الجدلية سوف نتبع الخطوات الآتية: أولا، تمهيد، نعرف الموضوع الوارد في السؤال، ثم إبراز الجدل، نحدد المشكلة التي أثرت الجدل بين الفلاسفة، ثم نطرح الإشكال بصياغة هل، يعني نعيد صياغته. أكيد الآن سوف نشرع في تحليل هذا السؤال، فنبدأ بطرح المشكلة. إذن لنبدأ على بركة الله. الفلسفة تعتبر أرقى ما توصل إليها الإنسان، فتعبر عن تاريخه وعن حضاراته. فالفلسفة في معناها مصطلح يوناني ينقسم إلى قسمين: فيلو صوفيا، ويعني حب الحكمة، أو يمكن تعريفها بأنها البحث في ماهية الأشياء وأصولها وحقيقتها، وتبحث عن كل المواضيع المتعلقة بالإنسان، وهي تفكير نقدي يطمح فيه الفيلسوف الوصول إلى الحقائق المطلقة. ولم يختلف الفلاسفة حول تعريف الفلسفة، ولم يكن هناك جدال، فتعريف الفلسفة واضح جدا، فلكل فيلسوف تعريف خاص تناوله من زاويته. ولكن المشكل الذي شغل بال الفلاسفة والعلماء وتجادلوا حوله هو قيمة الفلسفة بعد انفصال العلوم عنها، وبقيت مجردة ولم يعد لها مواضيع تهتم بها. أثارت هذه القضية اهتمام الفلاسفة والعلماء، مما جعل العلماء يظنون أن الفلسفة لم تعد لها فائدة ولا قيمة في هذا العصر المتطور تكنولوجيا وتقنيا، فما بالنا بالمعنويات والروحانيات، في حين يؤكد البعض الآخر من المفكرين والفلاسفة أن الفلسفة لم تفقد قيمتها، بل ما زالت مهمة جدا بالنسبة للعلم. ولتهذيب هذا الجدال والاختلاف الكبير القائم بين الفلاسفة والعلماء، يتوجب علينا طرح الإشكال التالي: هل يستطيع العلم أن يجاوب عن جميع الأسئلة التي تشغل الإنسان؟ هل الفلسفة فقدت أهميتها مع ظهور العلم؟ إذن أعزائي، هنا قمنا بطرح مشكلة للسؤال الذي طرحناه في البداية، والتزمنا فيه تمهيد، عرفنا الفلسفة، وقمنا بإبراز الجدال بأن الفلاسفة تجادلوا حول قيمة الفلسفة، ثم طرحنا الإشكال، أعدنا صياغته بطريقة أخرى. الآن سوف ننتقل إلى محاولة حل المشكلة، ونبدأ بعرض القضية الأولى التي هي: التقدم العلمي يبرر إلغاء الفلسفة، يعني الفلسفة ليست مهمة وليست ضرورية في عصر التطور التكنولوجي. وهذه الأطروحة استنتجتها من السؤال المطروح، فالأطروحة الأولى دائما تكون بعد صياغة هل،
وهذه الأطروحة يمثلها كل من غوبلو أوغست كونت ويليام جيمس، يعني أنصار النزعة العلمية، حيث يظنون أن المعرفة الفلسفية لم يعد لها دور في حياة الإنسانية بعد هذا التطور الهائل الذي وصل إليه العلم. يظنون أن العلم أفقد الفلسفة أهميتها، فهم يهتمون كثيرا بالعلم وتجاهلوا الفلسفة واعتبروها ليست ضرورية. ومن حججهم: الفلسفة بحث عبثي لا يصل إلى نتائج نهائية، وتتعدد فيه الإجابات المتناقضة، ولهذا مستحيل أن تقارن نفسها بالعلم الذي يحتوي على نتائج يقينية مقارنة بها. مثلا حينما نقول كيف تحدث عملية التنفس عند الإنسان، جوابنا واضح، ولكن حينما نقول ما هي السعادة أو هل الإنسان حر، إجابتنا تكون متناقضة وليست واحدة، ولا تثبت صحتها ولا خطئها. الحجة الثانية: نظرة الفلسفة الميتافيزيقية وإنغماسها في المواضيع المعنوية والروحانية تبعدها عن الدقة الموضوعية، وهذا ما يجعلها موضوع أجوف وفارغ ولا تخدم الإنسانية. مثلا: البحث عن يوم الأخير وعن الروح يعد بحثا بلا فائدة لأن لا يقدم لنا نتيجة دقيقة، ولهذا يقول ويليام جيمس الميتافيزيقا خرافة. الحجة الثانية: الفلسفة لم تعد ضرورية لأن التفكير الإنساني قد مر بثلاث مراحل: مرحلة التفكير الأسطوري، ثم مرحلة التفكير الميتافيزيقي، ثم مرحلة الوضعية أي العلمية. يعني نفهم من هذا أن التفكير الفلسفي قد مضى وانتهى، وانتهت حقبته بظهور العلم الذي أصبح مفيد للإنسان في حل مشاكله وفهم واقعه، يعني عوض مكان الفلسفة. ولهذا يقول أوغست كونت معبر عن التطور الفكري البشري من خلال قوله: عرف تاريخ الإنسان ثلاث مراحل: المرحلة اللاهوتية وهي تمثل الأشياء والظواهر بكائنات غيبية، ومرحلة الميتافيزيقا التي تعتمد على المجردات، ثم المرحلة الأخيرة المرحلة الوضعية التي يقف فيها الفكر في التعليل الظواهر، في الرجوع في إلى المبادئ الأولى ويعتمد على الواقع ويكتفي باكتشاف قوانين علمية التي تعبر عن علاقات الأشياء. يعني أن العلم هو آخر محطة توصل إليها الإنسان، ولهذا لا يمكن أن نقارنه بالتفكير الفلسفي أو التفكير الميتافيزيقي، لأن العلم أدق والعلم واقعي وموضوعي مقارنة بالتفكير الفلسفي. ولهذا يعتبرون بأن الفلسفة لم تعد ضرورية ويجب الاستغناء عنها، كون العلم هو الذي يساعد الإنسان ويساعده ويطوره في شتى المجالات. وهناك أيضا حجة ثانية تقول: الفلسفة ليست ضرورية لأنها لا تعرف تقدم ولا تطور، فهي مقفلة على نفسها. يعتبر غوبلو الفلسفة جهل، ليست معرفة واقعية ولا علمية. الفلسفة لم تعد ضرورية، فبعد استقلال العلم عنها فمختلف العلوم انفصلت عن الفلسفة، فلم تعد أم العلوم كما كانت، لهذا أصبحت فارغة اليوم ولا تخدم الإنسانية ولا تجد حلولا لمشاكل الإنسانية، ولهذا ليست ضرورية. الآن أعزائي وصلنا إلى النقد، الموقف الأول أو الأطروحة الأولى أو القضية الأولى، وهنا لابد لنا أن ننقد القائلين بأن الفلسفة ليست ضرورية ونثبت لهم العكس. إذن: ولكن الفلسفة ضرورية كونها تنقذ فكر الإنسان وتخلق فيه روح النقد وتغير من سلوكاته وتعلمه كيف يتعامل مع الصعوبات والعراقيل التي تواجهه. ومن ناحية أخرى لا يمكن أن نتخيل العلم دون تساؤلات، دون افتراضات، دون تفسيرات، فالعلم لا يفكر، بل إنما يفكر بالأسئلة الفلسفية، يفكر بالعقل. وأيضا الاستغناء عن الفلسفة هو الاستغناء عن العقل، عن التفكير، وهل يعقل أن يفقد الإنسان كل هذه المزايا؟ والفلسفة مرتبطة بوجودنا مهما يكون ومهما قلنا، إلا أنها ستبقى ضرورية لأن الفلسفة نابعة من أعماقنا، وكل شخص لديه فلسفته، لديه أفكاره الخاصة. إذن هنا أعزائي أثبتنا بأن الفلسفة ضرورية، وبأن الموقف الأول أو القضية الأولى قد أخطأت حينما أقرت بأن الفلسفة لم تعد ضرورية، ولهذا هم على خطأ، لأن الفلسفة ملازمة للتفكير الإنساني لا يمكن أن نستغني عنها. وهكذا سوف ندخل عفوا إلى نقيض الأطروحة التي تقول: التقدم العلمي لا يبرر إلغاء الفلسفة. هذه
يعني الأطروحة استنتجناها من خلال السؤال، فدائما نقيض الموقف الأول هو القضية الثانية. إذن التقدم العلمي لا يبرر إلغاء الفلسفة، لأن الفلسفة ضرورية ومهمة فلا يمكن الاستغناء عنها، وهذا مع روني ديكات وكارل ييسبرس وهايدوغير وباسكال، فيرون أن العلم لا يمكن أن يحل محل الفلسفة، فالفلسفة مادة فريدة ومادة متميزة، فهي ضرورية في الحياة الإنسانية، فالعلم مهما يكون لا يستطيع الإجابة على كل مشكلاته، وهنا يكمن دور الفلسفة. ومن بين حججهم الفلسفة ضرورية كون أن التفلسف ظاهرة طبيعية في الإنسان وفطرية، ويظهر هذا جاليا في مختلف الأسئلة التي نلاحظها عند الأطفال حول مصير الإنسان بعد الموت. هل نموت كلنا؟ يعني الطفل الصغير دائما يميل إلى الميتافيزيقا، وهذا ما يبرر ضرورة الفلسفة. فالأطفال مثلا يتساءلون ويقولون لنا أين هو الله؟ كيف خلق الأرض؟ فكل هذه الأسئلة تثير دهشته كونه يجهلها، ثم يطرح التساؤلات، ونفهم من هذا أن التساؤلات ملازمة للإنسان. هذا يعني أن الفلسفة ضرورية كون أن الإنسان ما زال سيطرح التساؤلات بسبب جهله، وهذا ما يدفعه للتفلسف، ولهذا لا يمكن الاستغناء عنها، وهذا ما يثبت أن الفلسفة ضرورية. فما دام الإنسان ما زال يجهل العديد من الحقائق، فأكيد سوف يندهش وأكيد سوف يتساءل. وهذا ما دفع بأرسطو إلى أن يقول إن الدهشة أتاحت للإنسان قديما كما حديثا أن يتفلسف. وهناك حجة ثانية تتمثل في الفلسفة ضرورية كونها تنور أفكار الإنسان، تحرر من قيود الظلمات والخرافات والمعارف الساذجة. مثلا أوروبا تطورت بفضل فلاسفة عصر التنوير أمثال جون جاك روسو، كانت، فولتير، الذين أرجعوا الضوء لأوروبا بعدما كانت تعيش في ظلمات الكنيسة وقيودها. فبفضل الوعي والتفكير والتساؤل والنقد والشك أصبحت أوروبا متطورة، وسبب في حدوث الثورة الصناعية وتطورها في شتى المجالات. يعني أن الفلسفة ساهمت في تطوير البشرية، ولهذا تعد ضرورية. إذن أعزائي، الفلسفة تثرينا، الفلسفة تساعدنا، الفلسفة تنقذنا، لهذا تعد ضرورية وجد مهمة في حياتنا، فلا يمكن الاستغناء عنها. وهنا يقول كانت تجرأ على استعمال عقلك. أما الحجة الثانية فالفلسفة ضرورية لأنها تجعلنا نعيش إنسانيتنا، تجعلنا نعرف قيمتنا، تجعلنا نشعر بوعينا، فالفلسفة هي التي تميزنا عن الحيوان وعن الأقوام الهمجية. الفلسفة هي سبب تطورنا، هي سبب تحضرنا. فيقول الفيلسوف الفرنسي روني ديكارت إن الفلسفة وحدها هي التي تميزنا عن الأقوام المتوحشين والهمجيين، وحضارة كل أمة إنما تقاس بقدرة ناسها على التفلسف. والحجة الثالثة تقول الفلسفة ضرورية كونها تجيب على الأسئلة التي يعجز عليها العلم، كالمشاكل الفكرية والإيديولوجية، كمشكلة الحرية، مشكلة العدل، مشكلة الحق. يعني هذه المشكلات كلها لا يستطيع العلم أن يجيب عنها، فتأتي الفلسفة تحاول الإجابة عنها. فالفلسفة ضرورية. فيقول أديب روكسي ماكسيم غروكي الفلسفة ضرورية لأن كل شيء له معاني خفية علينا معرفتها. وهناك حجة الأخيرة تقول الفلسفة ضرورية لأن حتى التهجم عن الفلسفة يعتبر تفلسف، لأننا نستعمل البراهين والحجج وهذه كلها أدوات فلسفية. فيقول باسكال هنا كل تهجم عن الفلسفة يعتبر تفلسف. الآن أعزائي وصلنا إلى النقد، سوف ننقد نقيض الأطروحة، يعني يجب أن نقدم نقائص هذا الموقف. إذن ولكن يبقى العلم يحتل المرتبة الأولى كونه الأقرب إلى الواقع، وهو الذي يعالج مختلف المشكلات الإنسانية
وتبقى النظريات الفلسفية معتقدات دوغماتية يعني جوفاء كما يقول الفيلسوف الفرنسي لانيون. التفلسف هو التفسير الواضح بالغامض، ولهذا فالعلم يبقى يحتل المرتبة الأولى كون نتائجه ملموسة، يعني يراها الإنسان ويستفيد منها كثيرا مقارنة بالفلسفة. يعني نفهم من هذا أن نتائج العلم يعني ملموسة، والعلم هو الذي يساعد أكثر الإنسان. وصلنا إلى التركيب، هنا يجب أن نجيب على السؤال المطروح بشكل منطقي لكي نستنتج هذا. فمن خلال تحليلنا نتوصل إلى أن هناك تكامل وظيفي بين العلم والفلسفة. فلكي نفهم الحياة ومشاكلها لابد من العلم الذي سوف يتناول الجانب المادي للإنسان، ولابد من الفلسفة التي سوف تتناول الحياة الفكرية والاجتماعية للإنسان والحياة المعنوية. وهذا ما يؤكد أنه الفلسفة ضرورية، يعني لا يوجد أي ما يبرر الاستغناء عنها، فالعلم يحتاج للفلسفة، ولهذا العلم لا يفكر دون الفلسفة، والفلسفة أيضا تحتاج إلى العلم كونه هو الذي يخلق لها مشكلات جديدة تعالجها، ولهذا تبقى الفلسفة ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها، فلها أهمية في حياة الإنسان. الآن وصلنا إلى حل المشكلة، نستنتج يعني هنا أيضا سيكون جوابنا مثل التركيب، لأن هنا أيضا نستنتج حسب السؤال المطروح، يعني تكون الإجابة المنطقية للسؤال. نستنتج أن التقدم العلم لا يبرر أبدا إلغاء الفلسفة، فالفلسفة ضرورية كونها تعالج الجانب المعنوي للإنسان، فتسعى إلى اكتشاف الحقيقة وتجعل الإنسان أكثر وعي وتحررا وتجعله ناقدا بارعا يعتمد على الشك المنهجي الذي سيفتح عينيه في الكثير من المواضيع. فالفيلسوف لا يقبل كل ما يعطى له دون تمحيص أو دون نقد، بل كل المواضيع سينقدها وسيمحصها يعني لكي يقبلها. أما العلم أيضا ضروري أيضا بدوره كونه يعالج الجانب المادي للإنسان، فكلا من العلم والفلسفة يهدفان إلى إخراج الإنسان من الجهل وتخليصه من الخرافات، ولهذا فحياة الإنسان ورقيها تعتمد على العلم والفلسفة معا. فكما يقول هايدغر، العلم لا يفكر، ولهذا فهو يفكر بالتساؤلات التي تطرحها الفلسفة، ونفهم من هذا أن الفلسفة ضرورية. أعزائي وصلنا إلى النهاية، فلا تنسوا الضغط على زر الإعجاب إن أعجبكم الفيديو، والاشتراك في القناة، وتفعيل جرس التنبيه ليصلكم أي جديد. أعزائي دعموني في التعليقات، وأتركوا لي كل ما تريدون أن أشرحه لكم في التعليقات. تحياتي.